المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جابلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، يعني بعد هذه القرارات للسيد الرئيس ما يتعلق بمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وزيادة الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه بالإضافة إلى الحوافز والعلاوات وزيادة المعاشات وغيرها، برأيك ما يعني أبعد هذا القرار على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى المواطن أيضا بشكل خاص؟ اهلا، مساء الخير، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. واسمحي لي ان انا اذا هنبدا من خلال العنصر المتعلق بالرواتب، ااكد على ان هناك توجه من الدوله المصريه خلال السنوات الماضيه بزياده الرواتب، رواتب الموظفين. ليست هي المره الاولى. اذا نظرنا الى السنوات الاخيره منذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، بلاقيها من العام المالي 16-17 كنا 225 مليار، ارتفعنا في العام الذي يليه الى 240 مليار، ارتفعت في 2018-2019 266 مليار، ارتفعت في 2019-2020 الى 301 مليار، العام الحالي مخصصات الرواتب 335 مليار جنيه. اليوم يتم الاعلان على ان هناك زياده بنحو 37 مليار جنيه لتصل مخصصات الرواتب في الموازنة المصرية لأول مرة في التاريخ نحو 372 مليار جنيه، رقم كبير جدا. هذا الرقم اللي عايز أأكد عليه وبيلفت نظري فيه أن هو الزيادة هتكون في الأكثر في الشرائح الأولى بالرعاية، يعني هيكون الحد الأدنى، رفع الحد الأدنى إلى 2400 جنيه، وهيكون هناك أيضا يعني حافز خاص، وهناك تركيز على تحسين دخول المعلمين وفي وزارة الصحة. إذن حتى في طبيعة توزيع هذه المخصصات هتكون الشرائح اللي هي فعلا أولى بهذه المخصصات. هذه الدخول لما بنقول 372 مليار جنيه مخصصات للعاملين بالدولة، لازم نعرف إن ده ما بيستفدش منها العاملين بالدولة فقط، لأن هي أين تذهب هذه الأموال؟ هي بتذهب للبقال والجزار والتاجر ومقدم الخدمات، هي بيتم ضخها في السوق. إذا نحن أمام 372 مليار هيتم ضخهم في السوق المصري خلال العام المالي القادم، يمكن أن يكونوا محرك جيد إذا أضفت إليهم مخصصات أخرى زي مخصصات تكافل وكرامة اللي في خلال 3 سنوات هتكون نحو 515 مليار جنيه. هذه الأموال بتقول إن احنا عندنا هيكون عندنا عنصر طلب كبير جدا، ده بيشجع المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي إن احنا أمام شعب لديه قدرة مالية يريد شراء سلع وخدمات ومنتجات، ده بيشجع على الصناعة، بيشجع على التجارة، بيحرك السوق، بيحرك الاقتصاد بصفة عامة. صحيح، ثقة في الاقتصاد المصري يا دكتور. طبعا الاقتصاد المصري. تمام، انا بشكرك دكتور وليد جابلة الخبير الاقتصادي، شكرا على هذه المداخلة.